مرحبا بكم بالعافية. اليوم إن شاء الله راح نحكي في الجزء الرابع من فيديوهات الأراي. حنستكمل في الفانكشنز تاعت الأرايز. راح نحكي في الفيديو هذا عن 3 functions اللي هما concat وsplice وslice، ونشوف إيش الفرق بينهم، ونشوف إيش الأوتبوت اللي ممكن تعطي كل واحدة من الفانكشنز هاي. فانكشن الكونكات راح ابدا فيها لانه مرت علينا وحكيت انا عنها، واللي هي من ضمن موضوع الكونكاتينيشن وكيف نعمل كونكاتينيشن ل تو سترينجز او اكثر، انا كيف اعملهم ميرجينج مع بعض. نفترض انا في عندي التو اريز اللي هي يوزرز 1 ويوزرز 2، بدي اعمل لهم ميرجينج بحيث اطلع ب array واحدة أسميها users. راح أعمل أول حاجة console.log، راح أطبع users1 في الكونسول، وبدأ أطبع console.log users2. أوكي، تأكد من كل شيء تمام، وهاي الانسبكتر هاي الكونسول. أوكي، هاي الأري الأولى إبراهيم وشام، والثانية علا وسمر، اللينك تاع كل واحدة منهم 2. رح أجي إيش أقول له؟ بدي أقول له users one.concat، نفس السنتاكس اللي استخدمناه قبل هيك، dot concat mean users two. أوكي، وعشان أشوف الكلام هذا ممكن أسميها var users، أخزنها بvariable وأقول له console.log users، ونشوف في الكونسول ال users 1 تطنى إبراهيم وهشام، تانية تطنى علا وسمر، الكونكاتينيشن عطتنا إبراهيم وهشام وضافت إليها علا وسمر، صاروا كلهم مخزنين في one array. طيب بنفع لو كان أنا عندي users 3 مثلا وكان فيها مثلا محمد، ونقول مثلا كان فيها مريم، ونقول له dot concat users 2 users 3. شوف هاي الأخيرة طلعت معنا، هاي users 1 users 2، نطبع users 3 كمان في الكونسول، هاي 1 و 2 و 3، هاي الأري الأولى الثانية الثالثة، وهي الكونكاتينيشن طلع معنا مين؟ الثلاثة عملهم ميرجينج، نفس فكرة الكونكاتينيشن اللي حكينا عنها قبل هيك. طيب هذا بالنسبة لمين؟ للكونكات. نيجي نشوف السبلايس. السبلايس بقولنا تستخدم to add elements. تذكروا كيف استخدمنا البوب والبوش والشيفت والانشيفت، كيف استخدمناهم في الفيديوهات السابقة عشان نعمل add أو remove للelements. اليوم نتعلم السبلايس. سبلايس بقولنا بتضيف elements للarray. طيب شوفنا احنا كيف نضيف في بداية الarray وكيف نضيف في نهاية الarray. طيب نيجي ناخد نقول بدي اقول له users، بعد ما طبعنا اليوزرز ومنها كونكات، عملنا كونكاتينيشن للثلاثة وطلعناهم بيوزرز، بدي أقول له والله users dot splice. نشوف إيش بقولنا. بقولنا لو طلعنا في السينتاكس اللي أعطانا إياه الفيجوال ستوديو كود، بقولنا في start number، في delete count، وفي string. طيب خلينا نشوف. بدي أقول له أنا 0 مبدئيا، واقول له والله ام سعيد، ونشوف هاي قلت له 0 0، يعني فعليا هو قال لي الستارت نمبر والديليت والسترينج، قلت له ستارت 0 والديليت 0 واعطيته السترينج،
وبعدين قلت له كونسول دوت لوج يوزرز بدي اطبعها بعد لسبلايس. بدي اوقف هدول عشان بس ما يصيرش عندنا كونفليكت. بدي اعملهم كومنت بعدنا قبل السبلايس وبعد السبلايس. هلا قبل السبلايس هي من ابراهيم لمريم، لما عملت انا سبلايس قال لي السبلايس بتضيف اليمنتس، فهو ضف لي ان سعيد بالاول. طيب معناها الزيرو زيرو هاي كلها دور. خلينا نشوف، بدي احط والله الزيرو هاي بدي احطها واحد. نشوف وين ضف لي ان؟ ضف لي ان سعيد، هذا السترينج قلت اياه، ضف لي اياه بدايه من الاندكس 1. باب الاول الزيرو ضف لي اياه وين؟ في اندكس 0. يبقى اجى حط ابراهيم، بعدين لقى سبلايس راح حط ان وسعيد اللي هي الاندكس 1، وبعدين كمل الاري. طيب يبقى احنا فهمنا انه هاي الاندكس. طيب هاي خليني احطها واحد اشوف ايش بصير. ايش راح اعمل لي ابراهيم؟ راح اللي ابراهيم نزلت زي ما هي، ان سعيد قعدت بالاندكس 1، هشام راحت حذفها. طيب حذفها بناء على ايش؟ طب انا بدي اقول له بدل واحد عشان اندكس 7 واحد، طب بدي احط 3 واشوف ايش يصير. ابراهيم نزلت، ان سعيد قعدت في اندكس 1، بعدين حذف لي هشام وعلا وسمر، كم واحد؟ 3. لو انا قلت له 4 شو بده يصير؟ يبقى الثانية مش اندكس، الثانية العدد اللي بده يحذفه مقابل الإضافة. يبقى إبراهيم نزلت، آن سعيد ضافها في اندكس 1، بدأ بداية من اندكس 1، حذف هشام وعلا وسمر ومحمد. معناها لو أنا قلت له 5 حيحذف مريم، حذف مريم. يبقى لما أنا بالأول قلت له 0 معناه انه ضيف بس ما تحذفش بالمقابل اي حدا، ضاف ان سعيد وخلى من هشام علا سمر محمد مريم خلاهم موجودين. يبقى السبلايس بعطيه انا في الارجومنتس هدول، في الباراميترز هدول، بعطيه اول فاليو الاندكس اللي انا بدي احط فيه السترينج هذا. يعني ممكن اقول له ابدا من اندكس 3 نشوف هاي 0 1 2 3 بدل من 3 الاندكس. بعدك بعطي اذا انا بدي احذف مقابل الاضافه هاي بدي احذف عدد عناصر معين ولا لا، وبعدين بعطي السترينج اللي انا بدي اضيفه. طبعا انا اعطيته اسمين، ممكن اعطيه اكثر اقل الى اخره. هذا بالنسبه للسبلايس فانكشن. تمام، يبقى تعرفنا على الكونكات وتعرفنا على السبلايس. بدنا هلا نشوف ايش لا قبل بدي اشوف لو انا خزنت الفانكشن هذا الريتيرن تبعها خزنته في فاريبل، بدي اقول له var x واقول له والله اطبع لي اليوزرز واطبع لي بعدها الاكس. نشوف زي ما طبعنا الريتيرن فاليو بالبوب والبوش والشيفت والانشيفت، نشوف ايش بده يطبع لنا. وين طبعنا احنا var x طبعنا اليوزرز واليوزرز اوكي لا بدي اشيل الزيرو هادي واقول له بدي اشيلها عشان تبين عندكم. هلا الزيرو اذا دقت شوي حتعرفوا ايش الاكس، الزيرو رجعت فاضيه. ليش؟ لانه هنا انا قايله له ديليت زيرو ما تحذفش ولا حدا. طيب لو قلت له احذف لي 2 مقابل الاسمين لك تضيفهم احذف لي 2 ونشوف. هاي ابراهيم نزل وهشام وعلا نزلت آن سعيد، وبعدين حذف لي بعد علا حذف لي 2 حذف لي سمر ومحمد. مين رجع لي؟ رجع لي انحذفوا. لو انا قلت له احذف لي اسم واحد، ابدا من اندكس 3 واحذف لي اسم واحد 0 1 2 3 بدا من هاي آن سعيد،
وحذف لي اسم واحد. مين اسم انحذفه؟ مين بعد علا؟ سمر. فيبقى السبلايس بترجع لي، يبقى انا بقدر اجيب الديليتد ايتمز، بقدر اجيب الديليتد ايتمز. هذا بالنسبه للسبلايس فانكشن. طيب بدنا بس اعملها كومنت، بدنا نشوف الفانكشن الاخيره اللي نحكي عنها في الفيديو هذا اللي هي السلايس، تيك سبلايس، هاي سلايس. طيب بدي اقول له والله users dot slice، نشوف السلايس هاي ايش بتاخد. بقول السلايس بتاخد start number و end number. نشوف، بدي اقول له والله واحد واحد، شوف ايش برجعني. بقول له اطبع لي بعدها اليوزرز، انا اطبع اليوزرز قبل، انا اوقف السبلايس والكونكات عشان ما يصيرش عندنا كونفليكت. انا بطبع اليوزرز بعدين بعمل سلايس بعدين بطبع اليوزرز. يوزرز 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 اوكي سوري، احنا عملنا كونكات طلعنا اليوزرز، هي لازم تطلع. نشوف ابراهيم هشام علا سمر محمد مريم. انا ايش عملت؟ هاي اليوزرز طبعتها، قلت له يوزرز دوت سلايس 1 1، طبع لي اليوزرز. ما صارش اي حاجه على الريل يوزرز، يبقى انا بستوعب انه السلايس فعليا ما غيرتش في الاريل الاصليه. طب اغير الرقم اتاكد 3 4، صار اشي؟ صارش حاجة. يبقى قبل ما نعرف ايش السلايس، اجاني كده تصور مباشرة انه السلايس ما بتغيرش بالاري الاصلية. الكونكات بتدمج تو اريز، بترجع اري جديدة. السبلايس بتاخد الاري وبتضيف عليها، بترجع لنا اري وبترجع لنا الديليتد ايتمز من السبلايس. طيب السلايس هاي ايش بتعمل؟ طيب خلينا نقول رجع لها واحد واحد، واقول له var y بيساوي، نخزنها في variable ونشوف ايش اللي بترجعه. واقول له console.log y، شوف ايش هتعمل. رجعت لنا array فاضية، array is zero، او رجعت لنا اوكي هيا رجعت لنا array length تبعها zero. طيب لو انا غيرت القيم هاي 3 و3، نشوف ما فيش ولا حاجه. طب هو بيقول لنا اساسا انه السلايس بتعمل سلايس بيس اوف اري تو ا نيو اري، يعني انا باخذ جزء من الاري وبقصه هيك بالعاميه، بقصه في نيو اري، بقصه في نيو اري. طيب ليش قاعد برجع لنا الري فاضيه؟ طب هاتوا نقول له والله 1 ل3، شوفوا كيف بيشتغل، ما نفهم كيف تشتغل السلايس هذه. نشوف في عندنا اوتبوت ولا طلع معنا اوتبوت. رجع لي هشام وعلا. طيب هات نشوف ابراهيم هشام وعلا، سمر محمد مريم. رفع لي هشام وعلا هيهم. طب هشام ايش الاندكس تبعه؟ 1 وعلا 2، معناها هي فعليا اخذت لي الاندكس 1 والاندكس 2 و3، ما اخذتهاش، يعني هو not included، يعني 1 و2 وقفت عملت stop، يعني 3 هاي الرقم بحطه هو قبله بإليمنت بيوقف. معناها لو انا عملت 1 و4 حيعطيني 1 و2 و3 حيقصهم في array جديدة. انا 1 2 و3 و4 مش هياخدها، 1 و2 و3 الأربعة هاي مش هياخدها not included. معناها إنه لما أنا بدي أخذ جزء من array أطلعه أخزنه بarray جديدة، أنا بقدر أعطيه ال start index وال end index
الاند انجلس اندكس نوت انكلودد، بيقف قبله بوحده. يعني معناها الواي هاي الري. يعني لو انا اجيت قلت له كونسول دوت لوك الري دوت از الري الواي، شوف هل هيقول لي ترو ولا ترو. يبقى هو هاي برجعها الري. يبقى هو عمل من اندكس 1 لاندكس 3 فعليا، لانه 4 not included، اخذهم وحطهم في نيو اري. طب في طريقه ثانيه اعرف انا انه هي اري ولا لا؟ بقول له كونسول دوت لوج اوف، بقول له تايب اوف يوزرز. نشوف اول شيء اليوزرز ايش بقول لي؟ بقول لي يوزرز اوبجكت. طيب بدي اقول له الواي عشان هاي بدنا نحكي عنها في فيديوهات قادمه، بس كده هنت صغيره. اوبجكت ايش يعني اوبجكت؟ حنتعرف عليها في الفيديوهات القادمه. بس طب لو انا قلت له فور اس بيساوي 30 مثلا، وقلت له تايب اوف اس، شوف هيقول لي اوبجكت. قال لي نمبر. تمام. يبقى احنا عرفنا انه والله الواي اللي رجعت هذه اوكي هي اوبجكت. ايش يعني اوبجكت؟ حنتعرف عليها لقدام، بس يعني مش سترينج. لان لو انا قلت له var st بيساوي احمد مثلا، وقلت له اطبع لي الst، هيقول لي سترينج. هي سترينج. يبقى اللي رجعت واي هذه اللي رجعت هي array. يبقى معناها السلايس بتعمل لي extract لجزء من الاراي في نيو اراي. طيب لو انا قلت له سلايس من سالب 1 ل 4 ل سالب 3، نشوف بتنفع. ايش عمل؟ رجع لي array length 0. طيب لو انا قلت له start of سالب 1 ل 3، نشوف بتشتغل النيجاتيف فاليو ولا رجع لي array فاضيه. طيب بدي اترك الموضوع لكم في موضوع النيجاتيف فاليوز لا السبلايس والسلايس، تجربوهم وتحكوا لي هل السبلايس او السلايس بيقبلوا نيجاتيف فاليوز ولا لا، ولو قبلوا يعني نيجاتيف فاليوز كيف تشتغل. خلينا نطبق على نفس الاكزامبلز اللي هو الكونكاتينيشن ل users 1 و users 2. راح اترك هذا الموضوع لكم بحيث تتاكدوا هل بتقبل نيجاتيف فاليوز ولا التنتين سبلايس والسلايس، واذا قبلوا كيف ممكن تشتغل النيجاتيف فاليوز. احنا في الفيديو هذا عشان ما اطولش عليكم كتير، لانه يعني الوقت اقترب على 20 دقيقه بتطول عليكم الفيديو، تعرفنا على الكونكاتينيشن، تعرفنا على السبلايس وعلى السلايس والسنتاكس تبعهم، عرفنا ايش الريتيرن فاليو للكونكات والسبلايس والسلايس ايش بترجع. بتمنى يكون الموضوع واضح ويعطيكم العافيه.